عندما تكون مقيما عندنا يوجد بعض الأشياء التي نريدك أن تفكر بها، وهنا بعض النصائح المفيدة التي من شأنها أن تجعل الحياة أسهل. إن الحدائق هي من أجل جميع الساكنين هناك، فبالتالي يجب مراعاة شعور بعضكم البعض والحفاظ على النظافة والجمال من حولكم لأجل رفاهية الجميع. أغلب حدائقنا هي خالية من السيارات، الذي يراد قوله هنا أنه لا يسمح لك بقيادة السيارة إلى داخل المجمع السكني إلا مؤقتا من أجل التحميل والتفريغ. يمكنك الحصول على رخصة خاصة لتوقيف السيارة من مكتبنا عند الانتقال إلى ومن المسكن. يجب أن تكون أدراج بناياتنا خالية من الألعاب والدراجات الهوائية وأشياء أخرى كبيرة، وذلك لأن العاملين في مجال الإطفاء والإسعاف يجب وصولهم إلى المكان في حال اندلاع حريق أو شخص أصبح مريض وحالته طارئة. ومن أجل رفاهية الجميع، ممنوع التدخين داخل أدراج البنايات أو في الأماكن المشتركة. يوجد في جميع المساكن عندنا إمكانية التوصيل السريع لشبكة الإنترنت عبر البريد باند، وإذا كنت ترغب بنصب الطبق الهوائي أي البارابول، فبالتالي يتوجب عليك الاتصال بنا أولا للحصول على الترخيص والإرشادات. يجب أن تكون حرارة شقتك 20 درجة على الأقل في النهار في فصل الشتاء، وإن كنت تعتقد بأن شقتك باردة جدا فعليك حينها أن تقيس الحرارة، وذلك بوضعك ميزان الحرارة على طاولة في وسط الغرفة قبل أن تتصل بمكتب التبليغ عن الأعطال. كن حريصا على أن لا تغطي الترمستات، وإذا فعلت ذلك فإن التدفئة لا تعمل بالشكل الصحيح. إن الترمستات الذي يغطى بستائر سميكة يعمل على إطفاء الحرارة، وذلك بسبب أن الحرارة تصبح أكثر من 20 درجة مئوية وراء الستائر. إن كنت تود تركيب وتوصيل غسالة الثياب أو جلاية الصحون في شقتك، فبالتالي يجب أن يتم هذا التركيب والتوصيل من قبل أخصائي مهني مؤهل. وللحصول على النصائح اتصل بنا على الرقم 27240. السكن في بناية سكنية مؤلفة من عدة شقق يعني وجود جيران لك، ويقتضي عليك مراعاة شعور الآخرين، ويجب أن يسود الهدوء والسكون في المساء والليل والصباح، وكذلك أيضا خلال فترة النهار يتوجب عليك احترام عادات الآخرين. تكلم مع جيرانك إن كنت غير متأكد من عدم تسببك بالإزعاج، واخبرهم مسبقا وبكل سرور إن كنت تخطط بإقامة حفلة عندك. يسمح لك بتربية حيوانات أليفة في الشقة، ولكن تكون أنت من هو المسؤول دائما عن عدم تسبب الحيوانات بالإزعاج وقلق راحة جيرانك. عندما تطبخ الطعام فأنه يتوجب عليك استعمال قدر أو طنجرة يكون قعرها مسطح ويكون حجمها كحجم عين الطباخ الذي تستعمله. إذا استعمل الشخص قدر أو طنجرة من النوع الخاطئ، مثلا كالذين يكونون أصغر بكثير من عيون الطباخ، فيمكن لهذا أن يتسبب بظهور شكوك في الطباخ. لا يجب على الطباخ أن يشتغل بدون طنجرة الطهي، لأن التسخين يصبح أسوأ حينها، وفضلا على ذلك يستهلك مزيدا من الكهرباء. لا تدع أبدا طنجرة أو مقلاة موضوع على الطباخ مدة طويلة لحين تغلي وتجف، لأنه تكون هناك خطورة كبيرة حينها لاندلاع حريق. عندما تستعمل الزيت لطبخ الطعام يتوجب عليك أن تكون حذرا جدا كي لا يصبح الزيت حاميا جدا ويشتعل، وإذا حصل واشتعل ضع الغطاء بسرعة على الطنجرة حين تنطفئ النار. لا تصب أبدا الماء على زيت مشتعل. امسح الزيت المتبقي من طهي الطعام
بالورق المنزلي وارمي الورق في النفايات. أبدا لا تسكب الزيت المتبقى من طهي الطعام في حوض غسل الصحون لأنه قد ينسد بسرعة ويحدث توقف، وامسح الطباخ بفوطة طرية. إن كان عندك طباخ له زجاجة صخرية فبالتالي ينبغي عليك استعمال دواء تنظيف خاص كي يبقى نظيف وجميل. نظف الشفاط باستمرار، عندها يعمل بشكل أفضل. عندما يصبح الفلتر وسخ يبدأ الدهن بالتقطير على عيون الطباخ، وحينها تكون هنالك خطورة اندلاع النار. احفظ عندك في البراد والثلاجة فقط السلع الباردة وفاترة البرودة، وافتح الأبواب فقط لفترة قصيرة. حرارة معتدلة تعني أن البراد والثلاجة يعملان بشكل أفضل. عندما يصبح هنالك جليد في الثلاجة أو البراد يتوجب حينها إذابة الجليد بحذر، وإذا أزلت الجليد بالتكسير تكون هنالك خطورة كبيرة أن تتعطل الثلاجة. يوجد في غرفة نفاياتك معلومات حول تصنيف النفايات والمواد الصالحة للاسترداد. النفايات الخطيرة والإلكترونيات والأثاث تسلم إلى مركز استرداد الموارد في البلدية. امسح الماء عن الجدران والأرضية بعد الاستحمام. إذا أصبح هناك ماء كثير أو ماء في أماكن خطأ يمكن لهذا أن يؤدي إلى نشوء أضرار بسبب الرطوبة. يمكنك توفير كل من الطاقة والمال معا إذا سكرت حنفية الماء عندما تفرش أسنانك والتدوش بدلا من الاستحمام، وأن لا تجلس الصحون تحت حنفية ماء مفتوحة. لا تفكر أبدا برمي عود تنظيف الأذن والقطن أو أشياء صلبة في المرحاض لأنها تعلق بسهولة وتعمل على أن يصبح توقف في المجاري. إذا اكتشفت تسرب مياه من السخان أو أضرار بسبب الرطوبة أو شيء آخر فإنه يتوجب الاتصال بنا. تسرب المياه أو الأضرار بسبب الرطوبة يتوجب دائما إصلاحها على الفور. يوجد في جميع المساكن أجهزة الإنذار ضد الحريق. تفحص بين حين وآخر بأن الجهاز يعمل، والجهاز الذي لا يعمل يبلغ عنه لقسم التبليغ عن الأعطال. إذا انقطع التيار الكهربائي تحقق أولا من علبة الفيوزات، وإنه من السهل عليك تبديل الفيوز بنفسك. يوجد هناك عدة طرق مختلفة لحجز مواعيد الغسيل إلكترونيا أو يدويا. استعمل الوقت الذي حجزته لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يقفون في الدور من أجل استعمال الغسالات. بالطبع لك الحق أن تغسل ثيابك وثياب عائلتك، لكن ليس للأصحاب وللمعارف، وعندما تنتهي من الغسيل نظف من ورائك. مواقف السيارات هي كلا للمستأجرين والزائرين معا. استأجر موقف خاص بك أو كراج، عندها يكون لك وحدك الحق فقط في استعمال هذا. لكي يسمح لك بالسكن عندنا يتوجب عليك أن يكون عندك تأمين منزلي ساري مفعوله، وهذا أأمن أن يكون عندك في حال حدوث شيء. ككونك مستأجر عندك كل من الحقوق والواجبات معا. عندك الحق بأن تسكن بهدوء وأمان وأن لا تتعرض للإزعاج. يسمح لك أن تبقى ساكنا المدة التي ترغبها طالما أنت بنفسك لا تزعج أحدا وتدفع الأجار بالوقت المحدد. إننا نحن من هم المسؤولون عن الخدمات والصيانة كلا من الخارج والداخل معا. إن كنت أنت بنفسك قمت بتخريب شيء أو تسببت في اهتراء غير عادي في المسكن
فبالتالي أنت من يكون المسؤول عن دفع تكاليف التصليح. إن كنت ترغب في الانتقال بعد فترة من الزمن، فأنه يوجد عندك 3 أشهر فترة فسخ العقد. وإن كنت تود تأجير المسكن من الباطن أو إعارة المسكن لفترة وجيزة، فإنه يقتضي عليك الحصول على ترخيص من عندنا. إن كان عندك أي أسئلة بخصوص مسكنك، فأنت مرحب بك دائما للاتصال بنا. نأمل أن يطيب لك المقام عندنا.